أكبر المشاكل الموجودة وبتواجهها المدارس هي عدم وجود مباني متخصصة إنها تكون مدارس، والسبب في عدم وجودها الحكومة الإسرائيلية وعدم وجود تصريح لبناء مثل هذه المدارس، وبالتالي الإدارات بتضطر إنها تستأجر أو تشتري بيوت سكنية وتحولها قدر الإمكان إنها تصلح لغرف صفية وتصير مدرسة. مؤسسة جذور حالياً بتشتغل على البنية التحتية وتعديلات للبيئة الآمنة في المدارس، مثل إن نحط مانعات تزحلق على الدرج، نحسن البيئة الصفية إنها تكون كتير أفضل للدراسة، نشتغل على التهوية في الصفوف، وهلأ هو وقت العطلة الصيفية علشان هيك هو أحسن وقت إن نشتغل فيه. بحلم للطلاب الفلسطينيين الموجودين في القدس إنه يتوفر لهم مدارس بمعنى كلمة المدارس آمنة واسعة تلبي كل احتياجاتهم غير مكتظة، على القليلة يكون لهم متنفس يقضوا فيه ساعات كويسة في بلدهم.